السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أدرار فيزيك. في الفيديو هذا إن شاء الله سنقوم بتصحيح سلسلة التمارين رقم واحد الخاصة بدرس توازن جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت. دونك كما العادة الرابط ديال هذه السلسلة غنخليه لكم في أسفل ديال هذا الفيديو. كذلك غنخلي لكم الدرس ديال توازن جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت مقسم إلى جزئين، غنخليه لكم في الصندوق ديال الوصف أسفل ديال الفيديو. دونك دائما كنصحكم بانه تفهم الدرس مزيان عاد تجاوب على التمارين، والا راه غيصعب عليك انك تجاوب على التمارين. كذلك حاول تجاوب على هذه السلسله، غنخلي لك الرابط ديالها في اسفل هذا الفيديو. عاد شوف الحل، الا كتشوف الحل مباشره انا ما استفدت حتى حاجه. دونك نبداو مع التمرين الاول. هاد السلسله هذه فيها تمارين تطبيقيه، يعني باش نعرفوا كيفاش نحسبوا العزم ديال كل القوى. من بعد ان شاء الله نزيدوا سلاسل اخرى اللي يكون فيها تمارين توليفيه، وهاد السلسله هي اهم حاجه. يعني الا فهمتي كيفاش تحسب العزم داكشي اللي غيجي من بعد سهل. المهم هي هاد الاولى هذه، خصوصا خديت هنا مجموعه من الحالات باش ترسخ عندك الطريقه باش كنخدموا في هاد الدرس هذا. اذا ركزوا معايا مزيان ونبدا على بركه الله. اذا السؤال الاول يقول احسب عزم كل قوه بالنسبه للنقطه او. هنا باش نحسبوا العزم ديال كل قوه بالنسبه للنقطه او، عندنا هنا هاد النقطه او غنعتبره هو محور الدوران، مثلا غنرمزو بالحرف دلتا. القوه هنا اللي طبقناها هي هادي، هي القوه اف. مطلوب منا العزم. العزم كما شفتوا معايا في الدرس قلنا كنرمزو ليه ام دلتا ثم اف متجهه كيساوي اف فوا دي، يعني الشده ديال القوه في المسافه بينها وبين محور الدوران. ولكن قبل من اف كانت زائد وناقص، ديك زائد وناقص قلنا حسب حسب المنحى ديال الدوران. مثلا انا غنختار المنحى ديال الدوران عكس عقارب الساعه، عكس عقارب الساعه تدور نحو اليمين، المنحى انا خديته نحو اليسار. دونك هنا لاحظوا معايا هاد اف اف هادي ملي غنطبقوا قوه على هاد العريضه فين غدور هاد العريضه؟ غدور في هاد المنحى هذا. اذا عندهم نفس المنحى، بما ان عندهم نفس المنحى اذا غتكون هنا زائد اف دي. كون مثلا اختاريت المنحى الاخر كانت غتكون ناقص. اذا انت كتختار المنحى الا ما تعطاش لك في التمرين، الا ما تفرضش عليك في التمرين انت كتختار المنحى. غالبا هما في التمارين كيتفرضوا عليكم. دونك ولدينا ولدينا غناخذوا اذا اف، ها هي مكتوبه عندكم، هي 100 نيوتن، ها هي 100 نيوتن 100 نيوتن. و دي دي هي اقرب مسافه ما بين محور الدوران وخط التأثير. اقرب مسافه هي هذه، اقرب مسافه هي ملي كتمثل فيها ذاك المسقط العمودي كتلقى الزاويه قائمه. اذا هذه اقرب مسافه، هذه هي دي. هاد دي هذه ديال الاسقاط شحال كتلقاو؟ 30 سنتيمتر. اذا دي هي تساوي 30 سنتيمتر، ولكن ردوا بالكم مع الوحدات. دونك تطبيق عددي ام دلتا، ام دلتا ديال اف تساوي غنعوضوا اف بالقيمه ديالها، اذا زائد 100 زائد 100 في دي اللي هي 30 سنتيمتر، خصنا نحولوها للمتر كنضربوا في 10 اس ناقص 2. دونك الى حسبتي غتلقاها بانها تساوي 3 نيوتن في المتر، هذه هي الوحده ديال عزم القوه. دونك كنتمنى ان الفكره تكون واضحه. كون اختارينا منحى اخر كانت غتكون سالبه. الحاله الثانيه نفس الشيء. دونك هنا عاوتاني طبقنا واحد القوه اف جوج، طبقنا القوه اف واحد القوه اف هنا، دونك غير قوه نسميوها حنا غير اف. دونك هنا مطلوب منا نحسبوا العزم، نفس الشيء كذلك. اذا غنديروا ام دلتا ديال القوه اف يساوي اف فوا دي، الشده ديال القوه في المسافه بينها وبين محور الدوران. هنا كذلك خصنا نعرفوا واش موجب ولا سالب حسب المنحى اللي اختاريته انتوما. انا مثلا غنختار هذا المنحى، هذا المنحى ديال عقارب الساعه، المنحى ديال دوران عقارب الساعه. دونك لاحظوا معايا هذه القوه اف هذه فين غدور العريضه؟ الا طبقنا هذه القوه غدور العريضه في هذا المنحى. اذا كيفاش دايرين هذه المنحان بجوج؟ عندهم نفس المنحى، الو غادي تكون موجبه. وممكن نختاروا المنحى الاخر وتكون سالبه، ما كاين حتى اشكال. دونك هنا ولدينا، اذا ولدينا غنبداو بالقوه اف. القوه اف هي مكتوبه عندكم هي 100 نيوتن، 100 نيوتن، ومطلوب منا نحددوا دي و دي. دابا هنا فين كاين اشكال؟ هاد دي هذا ملي غتاخذوها خصكم تاخذوا المسقط العمودي، المسقط العمودي خصها تاخذ اقرب مسافه. دابا الا جيت ناخذ هاد المسافه هادي، الا خدينا مثلا نفترضوا باغينا ناخذوا هادي، هذا ماشي مسقط عمودي. علاش؟ لان خط التأثير ديالها اولا خصني اول حاجه ندير امتداد ديال خط التأثير، امتداد ديال خط التأثير ديال القوه هو هذا، سيدي ديال الخط سيدي ديال القوة هو هذا. هنا واش كاينه، واش ملي درت المسقط العمودي بهذا اللون الأخضر واش شكل لي زاوية قائمة هنا؟ ما كايناش زاوية قائمة هنا، إذا ماشي هذه هي الدي، إذا ما غناخدش هذه المسافة هذه. دونك خصني نقلب على المسقط العمودي، المسقط العمودي هو أقرب مسافة ما بين أو وخط التأثير ديال هذه القوة. في هذه الحالة أقرب مسافة هي هذه، في هذه الحالة أقرب مسافة هي هذه. دونك إلا شفتوا معايا هنا
دونك الا خديت هذه خص ضروري تكون عندكم المسطره مثلث. دونك هنا الا عندك الا خديتي الا تبعتي معايا هنا جبتي مسطره مثلث ودرتي اسقاط هنا غتلقى بان هنا عندنا مسقط العمود، اذا هذه هي اقرب مسافه. هنا كاينه زاويه قائمه، هنا زاويه قائمه، دونك هنا عندنا زاويه قائمه ولا لا، دونك هنا عندنا زاويه قائمه. اذا هذه هي الد، اذا هذه هي اقرب مسافه. كنختاروا اقرب مسافه اللي ملي كدير فيها مسقط العمودي على خط التأثير كيشكل لنا زاويه قائمه، اذا هذه هي الد. ودابا ركزوا معايا هنا شويه، دونك هنا تعطات لكم واحد الزاويه 30 درجه، اذا خصنا نستغلوها. ناخذوا مثلا هذا المثلث، هذا المثلث اللي بالخضر، لاحظوا معايا هذا المثلث بالخضر، هذه الزاويه اللي هنا شحال فيها هذه؟ هذه الزاويه هذه 90 درجه، هذه ياك متفقين هذه 90 درجه هذه كامله، يعني شوفوا هذه الاضلاع الضلعين بجوج اللي بالاخضر 90 درجه. هذه الشويه اللي عندي هنا، هذه الشويه 30، اذا شحال غيبقى لي هنا؟ باش نعرف شحال غيبقى لي انا شنو غندير؟ غناخذ الزاويه كامله هي 90 ناقص 30، 90 ناقص 30 هي 60، اذا هذا الجزء هذا اللي هنا، هذا الشويه اللي هنا 60، وهذه اللي هنا 30، 60 زائد 30 هي 90، اذا المجموع هو 90. دونك لاحظوا معايا الدي بالنسبه ل 60 درجه، شوفوا هذا الضلع الدي بالنسبه ل 60، شنو هو هذا؟ واش محاذي المقابل الوتر؟ هذا المقابل لهذه الزاويه، المقابل. ملي كيكون عندنا المقابل كنخدموا بما يسمى بالسينوس، اذا السينوس ديال 60 درجه، دائما ملي كيكون عندنا المقابل كنخدموا بالسينوس ديال 60 ديال كنخدموا بالسينوس. دونك السينوس شنو كيساوي؟ كيساوي الضلع المقابل هو الدي، الضلع المقابل هو الدي على الوتر، الوتر في هذه الحاله هو اكبر ضلع، الوتر هو هذا. دونك الوتر هنا غناخذوا مثلا هاد النقطة عندنا او، هذه مثلا او، هذه غنسميها مثلا بي، إذا الوتر هو او بي، إذا مقابل على الوتر، إذا الوتر هنا هو او بي، دي على او بي. أنا على من كنقلب كنقلب على دي، إذا دي تساوي او بي هنا قسمة، إذا ديتها للطرف الآخر غترجع الضرب، إذا غتولي عندي او بي في السينوس ديال 60. او بي في السينوس ديال 60. دونك غادي نلقاو بأن نعوضوا كل حاجة بالقيمة ديالها، او بي هي هاد المسافة هذه، شحال هي؟ هي 30. لاحظوا معايا هنا الا درنا اسقاط هي 30، اذا او بي هي 30 سنتيمتر، غنضربوها في السينوس ديال 60. 30 في السينوس ديال 60 غتلقاو بانه يساوي، دونك 30 في السينوس ديال 60 غتلقاو بانه يساوي 25.98. 25.98 هي تقريبا 26 سنتيمتر، فاصله 98 يعني تقريبا 26. الو شنو غادي ندير؟ تطبيق عددي ابليكاسيون نيميريك، غنلقاو بان ام دلتا ديال اف ايغال عندنا زائد، غنعوضو اف بالقيمه ديالها هي 100 نيوتن، اذا 100 غنضربوها في الدي هي 26، ولكن راه سنتيمتر، شنو خصنا نديرو؟ خصنا نحولوها للمتر، غنضربوها في 10 اس ناقص 2. دونك الى حسبتو غادي تلقاو بانه يساوي 26 نيوتن في المتر، اذا هذا هو العزم ديال هذه القوه. كنتمنى انه يكون واضح. دونك فيما تكون عندك القوه مائله خصك تقلب على المسقط العمودي، اقرب مسافه ما بينه وبين خط التاثير، وباش تلقاها كدير الامتداد ديال خط التاثير ديال ديك القوه. غنمشيو للحالات المواليه، هنا خديت بزاف ديال الحالات في هذه السلسله باش هكا نحاولوا ما امكن ان شاء الله تفهموا. دونك السؤال المالي يقول احسب المجموع الجبري لعزوم القوى بالنسبه لمحور الدوران دلتا المتواجد في مركز القرص، اذا مركز القرص هو هذا، هنا عندنا محور الدوران دلتا، نفس الشيء كذلك هنا محور الدوران دلتا، هذا 10 سنتيمتر، هذا الشعاع، هذا الشعاع ديال هذا القرص هذا. دوك مطلوب منا نحسبوا المجموع ديال القوتين بجوج، المجموع ديال القوتين، هذه مثلا انا غنسميها اف1، القوة اف1، هذه مثلا غنسميها القوة اف2، هذو غير اختيارات. دوك أول حاجة غنشوفوا واش هذه كيشكلوا لنا ما يسمى بمزوجات قوتين، إلا كانت مزوجات قوتين غيسهل علينا نحسبوا. دونك باش نعرف واش مزوجات قوتين قلنا خصو يكون عندهم خطي تأثير متوازي، يكون عندهم منحيين متعاكسان، وتكون عندهم نفس الشدة. غنبدا بخط التأثير، واش عندهم خط تأثير متوازي؟ عندهم الشدة عند وحدة عندها 20 وحدة عندها 30، ما عندهمش نفس الشدة، وبالتالي ما كيشكلوش لنا مزوجات قوتين. دونك في هذه الحالة شنو غادي ندير؟ غنحسب العزم ديال كل قوة. قبل ما نحسب العزم ديال كل قوة غنختار مثلا هذا هو المنحى الموجب، المنحى ديال دوران عقاري بالساعة. ما تفرجش عليا انا هنا في التمرين، اذا انا كنخسر المنحى ديال دوران عقاري بالساعه. الوغ العزم ديال القوه اف1، دونك ام دلتا ديال اف1 ايغال، خصني نعرف واش زائد ولا ناقص. لاحظوا معايا هنا اف1، ملي غنطبقوا اف1 فين غيدور القرص؟ غيدور في هذا المنحى. شوفوا هذا المنحى مع منحى اللي اختارينا عندهم نفس المنحى، وبالتالي زائد، اذا غيكون موجب. اذا الشده ديال اف1 غنضربوها فاش؟ في المسافه ما بين خط تير ديال اف1 ومركز ديال القرص. هذه المسافه بيناتهم هي هذه المسافه، هذه هي هذه
هاد المسافة هادي شنو هي؟ هي الشعاع، هي اغ، اذا هي اف واحد في اغ، او لا في دي، هادو غير رموز. دونك يساوي اف واحد اذا زائد اف واحد، دونك هنا غنحسبو، دونك نحسبها غير قدامها. اذا هي زائد اف واحد هي 30 نيوتن، ها هي عندكم 30، غنضربوها في اغ اللي هي 10، غنضربوها في 10، ولكن خصنا نحولو المتر، غنضربو في 10 اس ناقص 2. دونك الى حسبتو 30 في 10 في 10 اس ناقص 2 غتلقاوه تساوي 3 نيوتن في المتر. دابا غنمشيو للقوة اف 2، العزم ديال ام دلتا ديال اف 2 يساوي، لاحظوا معايا هنا اف 2 فين كدور القرص، ملي غنطبقوا واحد القوة اف 2 هنا القرص غيدور في هذه المنحة. كيفاش داير هذه المنحة مع منحة الدوار؟ متعاكسان. نكملوا هذا السهم، هذا غنبقاو غاديين هنا، غنبقاو غاديين هنا، غنلقاوه في هذه الجهة هذه. إذا كيفاش دايرين؟ متعاكسين. ألوغ بما أنهم متعاكسين إذا غيكون سالب، إذا ناقص ناقص اف 2 غنضربوها في المسافة ما بين اف 2 والمحور الدوران، هي هذه المسافة هذه. شنو هي هذه المسافة؟ هو الشعاع، الشعاع ديال القرص، إذا في اغ. دونك كيساوي ناقص اف 2، هي الشدة ديالها هي 20، ناقص 20، غنضربوها في الشعاع اللي هو 10 سنتيمتر، غنحولوها للمتر، غنضربوها في 10 أس ناقص 2. دونك إلا حسبتو بآلة حاسبة غتلقاوه كيساوي ناقص 2 نيوتن في المتر. ثم من بعد حنا مطلوب منا المجموع، المجموع في هذه الحالة إذا لا صوم ديال إم دلتا ديال لي فورس إيكال، المجموع كنرمزو ليه بهذا الرمز، إذا هو إم دلتا ديال القوة إف واحد زائد إم دلتا ديال القوة إف جوج يساوي إم دلتا ديال القوة إف واحد هو 3، هو زائد 3 ناقص 2، الإم دلتا ديال إف 2 هو ناقص 2، زائد 3 ناقص 2 كيساوي لنا زائد 1، إذا زائد 1 نيوتن في المتر، أو لا كتكتب 1 فقط. غنمشيو للسؤال الموالي، الحالة الثانية. دونك الحالة الثانية هنا كذلك عندنا قوتين، هذه مثلا غنعتبروها إف 1، هذه غنعتبروها إف 2. لاحظوا معايا هنا غنشوفوا واش كيشكلوا لنا مزدوجات قوتين. اولا خطي تاثيرهما متوازي، الخط التاثير ديال القوه اف واحد يوازي خط التاثير ديال القوه اف جوج. الشده عندهم بجوج 40 نيوتن، اف واحد 40 نيوتن، اف جوج 40 نيوتن. المنحان اف واحد المنحه ديالها نحو الاعلى، اف جوج المنحه ديالها نحو الاسفل، اذا عندهم خطي تاثير متوازي، عندهم نفس الشده ومنحان متعاكسان، اذا كيشكلوا لنا ما يسمى بمزدوجات قوتين. ملي كتكون عندي مزدوجات قوتين كنطبقوا العلاقه التاليه، ام سي كتساوي اف فوا دي، يعني الجداء ديال شده القوه المشتركه بينهما والمسافه بينهما اف فوا دي. خصنا اولا نختاروا المنحى الموجب، غنختار مثلا المنحى الموجب هو هذا عكس عقارب الساعه. دونك لاحظوا معايا هنا هذه القوه اف واحد ملي غنطبقوها على القرص فين غيدور؟ شوفوا السهم ديالها، القرص غيدور هنا. اذا كيفاش دايرين هذا المنحان؟ فحال فحال اف جوج ملي غنطبقوها على القرص، القرص غيدور في هذا المنحى. اذا كيفاش داير كذلك مع المنحى الموجب؟ عندهم نفس المنحى، الو غادي تكون زائد. كون اختاريت المنحى ديال عقارب الساعة كان غيكون ناقص. دونك الجداء ديال الشدة بينهما، الشدة اللي بيناتهم هي 40، بجوج بهم عندهم 40، إذا زائد 40. غنضربوها في الدي، الدي هي المسافة بينهما، المسافة بينهما هي هذه، المسافة بين خطي تأثير القوتين هي هذه المسافة هذه. شنو هي هذه المسافة؟ هي جوج إغ، يعني هو القطر. دونك النص هنا عندنا إغ، النص ديال القرص فيه اغ، هنا كذلك عندنا اغ، دونك هي شحال؟ هي جوج اغ، اغ كتساوي 10 سنتيمتر، جوج في 10 سنتيمتر هي 20، دونك جوج اغ هي 20 سنتيمتر، إذا زائد 40، غنضربوها في 20 سنتيمتر، خصنا نحولوها للمتر، غنضربوها في 10 أس ناقص 2، دونك إلا حسبتي غتلقاها بأنها تساوي زائد 4، زائد 4، زائد 8 عفوا، لأن 4 في 2، دونك زائد 8 نيوتن في المتر، زائد 8 نيوتن في المتر. دونك هذا هو الجواب على السؤال. اللي ما بغاش يطبق هذه العلاقه ولا نساها، اللي ما بغاش يطبق هذه العلاقه شنو غيدير؟ غيحسب العزم ديال كل قوه. نحسبوا مثلا العزم ديال القوه اف 1، ام دلتا ديال اف 1 يساوي، دونك اولا غنشوفوا المنحه، عندهم نفس المنحه، اذا غتكون زائد اف 1. فاش غنضربوها؟ غنضربوها في اغ، المسافة ما بين دلتا و اف واحد هو اغ، هو الشعاع. دونك يساوي اف واحد هي 40 نيوتن، هي مكتوبة عندكم 40، هي 40 نيوتن، غنضربوها في الشعاع اللي هو 10، غنحولوها للمتر، غنضربو في 10 أس ناقص 2، غنلقاوه بأنه كيساوي لنا 4 نيوتن في المتر. غنحسبوا العزم ديال القوة ام 2،
اف جوج، اذا ام دلتا ديال اف جوج نفس الشيء حتى هي عندها نفس المنحه، الو غادي تكون زائد اف اثنان، غنضربوها كذلك في الشعاع اغ لان المسافه ما بين خط التاثير ديال اف جوج ومحور الدوران هو اغ، اذا اف جوج حتى هي تساوي 40، الشعاع 10 سنتيمتر، غنحولوه للمتر غنضربوه في 10 اس ناقص جوج، غنحسبوا غنلقاو بانه يساوي 4 نيوتن في المتر. دونك شنو غنديروا دابا باش نحسبوا المجموع؟ غنجمعهم بجوج، دونك المجموع ديالهم هو ام دلتا ديال اف واحد زائد ام دلتا ديال اف جوج. شحال كيساوي ام دلتا ديال اف واحد؟ هو 4. ام دلتا ديال اف جوج شحال كيساوي؟ كذلك كيساوي 4. 4 زائد 4 شحال كيساوي؟ 8. كيساوي 8. كتلاحظوا بانني لقيت نفس النتيجه، غير دابا هنا شوفوا شحال من عمليه درت، 1 2 3 3 ديال العمليات، في حين ان في مزدوجات قوتين درت غير عمليه وحده ولقيت 8 نيوتن. اذا الطريقتين بجوج راه صحاح، ولكن الطريقه الاولى احسن. نمشيو للسؤال المول، يقول احسب عزم مزدوجات القوتين التاليتين. دونك هنا نفس الشيء كذلك غادي نشوفوا واش عندنا مزدوجات قوتين. لاحظوا معايا هنا هذه اف 1 هذه اف 2 هذه اف جوج، خطي تأثيرهما متوازي، المنحة ديال اف واحد نحو الأسفل، المنحة ديال اف جوج نحو الأعلى، الشدة ديال اف واحد 150، الشدة ديال اف جوج 150، إذا عندهم خطي تأثيرهما متوازي، منحة متعاكسان نفس الشدة، ألوغ يشكلون ما يسمى بمزدوجات قوتين ام سي. دونك فقط غنختار المنحة الموجب باش بدي كنت كنختار دائما المنحة باش كتخرج لنا أعداد موجبة، دابا نختار المنحة باش يخرج لنا عدد سالب، نختار دابا عكس عقارب الساعة، نفترض هذا هو المنحة الموجب. دونك لاحظوا معايا هنا ملي غنطبقوا هاد اف جوج هاد العربه فين هاد العريضه عفوا غدور في هاد المنحه كيفاش دايرين؟ متعاكسه. لاحظوا معايا عاوتاني هنا اف واحد ملي غنطبقوها فين غدور هاد العريضه؟ غدور في هاد المنحه. دونك لاحظوا معايا كيفاش دايرين؟ متعاكسه، بمعنى ان في هاد الحاله العزم غيكون سالب، كون اختاريت المنحه ديال عقارب الساعه كان غيكون موجب، اذا ناقص اف جداء ديال الشده بينهما في المسافه بيناتهم دي. المسافة بيناتهم هي هذه، المسافة بيناتهم هي هذه المسافة هذه، دونك هذه هي دي. دي في هذه الحالة شحال كتساوي؟ كتساوي 5 متر، هي مكتوبة عندكم. دونك التطبيق عددي ناقص ناقص اف شحال هي؟ هي 150، كناخذوا غير وحدة، راه بجوج بهم 150 ولكن كناخذوا غير وحدة، غنضربوها في دي بيناتهم هي 5. 5 متر، ردوا بالكم ما غنحولش هنا، ما غاديش نضرب 10 اس ناقص 2 حيت عندي بالمتر. الوغ 150 اذا ناقص بعدا 150 في 5 هي 750 هي 750 نيوتن في المتر. اذا هذا هو العزم ديال القوتين. اللي ما بغاش يدير هذه العلاقه يحسب العزم ديال القوة اف واحد، غيلقاه عندنا 150 في 2.5، 150 في 2.5 هي 375، 375 زائد 375 غيلقى هو 750 نيوتن على المتر. كنتمنى الجواب يكون واضح. غنمشيو للحاله المواليه، الحاله المواليه هذه شويه صعيبه هنا. دونك هنا كذلك غادي نشوفوا واش عندنا مزدوجات قوتين. عندنا المنحه ديال القوه هذه اولا غنعتبرها اف واحد، هذه غنعتبرها اف واحد، هذه غنعتبرها اف جوج. المنحه ديال اف واحد نحو الاسفل، اف جوج نحو الاعلى، عنده منحين متعاكسان. خطي تاثيرهما غنديروا امتداد ديالو باش نشوفوا كيفاش داير خط التاثير ديال القوتين. هذه القوه اف واحد خط التاثير ديالها، هذه القوه اف جوج خط التاثير ديالها، كيفاش دايرين؟ متوازيه. ثم الشده ديال القوه اف واحد 150 والشده ديال القوه اف جوج 150، اذا يشكلان ما يسمى بمزدوجات قوتين، وبالتالي يمكن تطبيق العلاقه ام سي، يمكن تطبيق العلاقه ام سي تساوي اف فوا دي. اف و دي بقى لينا غير نعرف واش موجبه ولا سالبه، غنختار واحد المنحه، نختار مثلا اننا هذا هو المحل الموجب. دونك لاحظوا معايا هنا ملي غنطبقوا القوه اف واحد العريضه غدور في هذه المنحه، و اف ملي اف جوج عفوا العريضه غدور في هذه المنحه، و اف واحد كذلك غدور في هذه المنحه، اذا عندهم نفس المنحه الو غيكون موجب، اذا زائد اف دي. دابا المشكل اللي عندنا هو دي، هو المسافه بينهما. دونك المسافه بينهما قلنا كنختاروا اقرب مسافه، اقرب مسافه هي اللي كتكون فيها الزاويه قائمه، يعني هي ملي كنديروا فيها المسقط العمودي، ملي كنديروا فيها المسقط العمودي بين القوتين كتكون عندنا زاويه قائمه. دونك اقرب مسافه في هذه الحاله هي هذه. دونك اقرب مسافه عندنا في هذه الحاله غنقلب على الزاويه قائمه هنا، دونك اعتقد هي هذه. دونك خص يكون عندكم المنقاله، اقرب مسافه في هذه الحاله هي هذه، دونك اعتقد هي هذه المسافه هذه. دونك هذه هي دي في هذه الحاله، هذه هي دي كامله، هذه المسافه كامله. دونك هذه المسافه كامله هي دي. هذه المسافه كامله هي دي، اذا خصني نقلب على هذه دي شنو كتساوي؟ باش نقلبوا على هذه دي هذا لاحظوا معايا هنا، غادي ندير اولا غادي ندير الخط اللي غادي نمثل الخط هذا باش نكمل هذه المثلثين بجوج اللي كاينين هنا. دونك هنا
لاحظوا معايا دابا هنا بالنسبة لهاد المثلث هذا، شوفوا معايا مزيان هاد المثلث هذا، هنا هاد الخط اللي دات بالأخضر، هاد الزاوية هادي شحال فيها؟ فيها 90 درجة. هاد النصف اللي في الأعلى فيها 40، إذا شحال غيبقى لي أنا في هاد الجزء هذا اللي لتحت؟ شحال غيبقى لي هنا؟ غتبقى لي 90 ناقص 40، 90 ناقص 40 هي شحال؟ هي 50، لأنني ملي غنجمع 50 و 40 غنلقى 90. دونك غنختاروا، شوفوا معايا هاد المسافة هنا، من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا، شنو هي هاد المسافة هادي؟ هاد المسافة هادي شنو هي؟ هاد المسافة هادي هي الدي على جوج، يعني هاد الدي كاملة على جوج، وفي عوض ما نسميها أنا الدي على جوج غنسميها مثلا دي، نسميها مثلا دي واحد، أولا نسميها مثلا دي صفر، دي زيرو مثلا. دونك هاد الدي زيرو كيفاش داير بالنسبة لهاد 50؟ هو الضلع المقابل. دونك بما أنه الضلع المقابل، إذا باش كنخدمو كنخدمو بالسينيس، نفس الحالة ديال القبيلة. إذا من هنا حتى لهنا، أنا نعاود لكم باللون آخر باش يبان لكم مزيان، نعاود عليه بالزق، نعاود عليه بلون اخر. من هنا حتى لهنا كنهضر على هذه المسافه هذه، هذه المسافه هذه هي اللي سميتها دي زيرو. اذا هو الضلع المقابل ديال 50، بما انه الضلع المقابل ديال 50 اذا يمكن الاشتغال بالسينوس. الو غيكون عندنا السينوس ديال 50 درجه، ديال 50 دوغري ايكال الضلع المقابل شنو هو؟ انا سميته دي زيرو، سميته مثلا دي زيرو، على غنقسمو على الوتر. الوتر في هذه الحاله هو هذا، الوتر هو هذه المسافه هذه، الوتر هو هذا من هنا، هاد المسافة هادي، هادي هي الوتر. هاد المسافة هادي فين جات؟ جات في المنتصف ديال العريضة، هنا عندنا مركز الثقل ديال العريضة، المنتصف ديالها، الطول ديال العريضة كاملة فيها 5 متر، ولكن هاد الوتر هذا، ماشي الدي عفوا، هذا الوتر. دونك هذا الوتر، هذا الوتر هذا هو النص ديال هذه العريضه. وباش نسهلوا حنا باش ما ناخذوش الرموز بزاف، اذا ما بين او وجي، اذا غنقسموا على وجي. او جي، هاد او جي هذا شنو هو؟ هو النصف ديال العريضة، هو النصف ديال العريضة. إذا ولدينا دونك او جي هي 5 على 2، يعني الطول ديال العريضة على 2. باش نوضح لكم، الطول ديال العريضة على 2، 5 على 2 هي 2.5 متر، 2.5 متر. دونك او جي هو النص ديال العريضة، كنتمنى يكون واضح. أنا الهدف ديالي هو دي زيرو، إذا دي زيرو تساوي هنا عندنا او جي قسمة، ملي غنديها للطرف الآخر شنو غترجع؟ غترجع الضرب، إذا غتولي عندنا او جي في السينيس ديال 50، او جي في السينيس ديال 50. او جي هي 2.5، 2.5 غنضربوها في السينيس ديال 50، في السينيس ديال 50، 2.5، 2.5 مضروبة في السينيس ديال 50. السينيس ديال 50 غتلقاوه تساوي 1.91، 1.91 متر، 1.91 متر. ولكن ردوا بالكم هنا، 1.91 متر شكون هو؟ هو الدي زيرو. وهذا الدي زيرو هذا شنو هو؟ الدي زيرو هو النص ديال الدي، الدي زيرو هو النص ديال الدي. إلا خديت هذا الدي كاملة وقسمتها على جوج غتعطيني الدي زيرو. إذا ولدينا، دونك ولدينا الدي تساوي جوج دي زيرو، أو لا بطريقة أخرى، أو لا بطريقة أخرى قلنا دي زيرو هو النص ديال دي، إذا دي زيرو تساوي دي على 2، دي على 2. ألوغ دي تساوي جوج هنا قسمة، ملي غنديها للطرف الآخر غترجع الضرب، إذا تساوي جوج دي زيرو. دونك جوج دي زيرو يعني جوج في 1.91، جوج في 1.91، في جوج في 1.91 غتلقاو تساوي 3.82، إذا هي 3.82 متر. إذا المسافة ما بين خطي تأثير القوتين هو 3.82 متر. إذا أن يمكن تطبيق العلاقة، إذا تطبيق عددي، غنلقاو بأن إم سي تساوي زائد إف هي 150 نيوتن، كنختار وحدة فيهم 150 نيوتن، غنضربوها في الدي، الدي هي 3.82 متر. 3.82 متر، ما غاديش نضرب 10 اس ناقص 2 لانني عندي اصلا بالسنتيمتر. دونك غنضربوها في 150 غنلقاو هي 573، اذا هي زائد 573 نيوتن في المتر. دونك هذا هو الجواب على السؤال. كان بامكاننا مثلا نديروا التطبيق، نديروا العلاقه، نديروا التطبيق العددي. الا بغينا نديروا العلاقه غادي تكون ام سي تساوي اذا زائد اف دي، هنا دابا باش غنعوضوها لاحظوا معايا دي شنو كانت كتساوي؟ كتساوي جوج دي زيرو، اذا جوج في دي زيرو، وهذا دي زيرو هذا شوف شنو كتساوي؟ كتساوي او جي في السينيس ديال 50، اذا دي زيرو يمكن تعويضها ب او جي، اذا جوج في او جي سينيس ديال 50 درجة. ثم ملي غتحسب غتلقى هاد نفس النتيجة اللي درنا هنا. دونك أنا غير سهلت، حسبت كل وحدة بوحدها، درت تطبيق عددي. دونك كنتمنى أن السؤال يكون واضح. الآن غنمروا للتمرين رقم 2. في
8 رقم 2 عندنا نطبق على القرص شعاعه اغ يساوي 20 سنتيمتر. اذا عندنا هذا القرص شعاع ديالو 20 سنتيمتر وقابل للدوران حول محور افقي ثابت دلتا. هذا المحور دلتا كيدور القرص حوله، يمر من مركزه اربع قوى اف 1 اف 2 اف 3 اف 4. يمر دلتا هو اللي كيمر من المركز ديالو، وطبقنا عليه اربعه ديال القوى اف 1 اف 2 اف 3 اف 4 في نفس المستوى، بحيث ان اف 1 واف 2 واف 3 عندهم 5 نيوتن واف 4 عندنا 10 نيوتن. السؤال الاول يقول احسب عزم كل قوه بالنسبه للمحور دلتا. باش نحسبوا هنا العزم، اول حاجه كيخصكم تختاروا منحى الموجب. غنختاروا منحى مثلا منحى ديال دوران ديال حركه عقارب ديال دوران عقارب الساعه. اذا منحى نحو اليمين هذا هو الموجب، وممكن تختار منحى الاخر حتى واحد ما فرض عليك. غنبداو ب ام دلتا ديال اف 1. دونك ام العزم ام دلتا ديال القوه اف 1 يساوي، شوفوا معايا هنا خط تاثير ديال القوه اف 1. كيفاش داير خط تاثير ديال القوه اف 1 مع المحور الدوران دلتا؟ دونك الا درنا هنا امتداد ديال خط تاثير ديال القوه اف 1 مع المحور الدوران دلتا، شوف كيفاش دايرين، متقاطعين. دلتا هنا وخط تاثير ديال اف 1 متقاطعان. قلنا ملي كيكون خط تاثير ديال القوه يتقاطع مع محور الدوران، اذا شحال كيساوي العزم؟ كيساوي صفر. علاش؟ لان خط تاثير يتقاطع مع محور الدوران. اذا هنا دونك التعليل ديال الجواب، لأن خط تأثيرها يتقاطع مع محور الدوران. يتقاطع مع محور الدوران دائما، فيما يكون خط تأثير يتقاطع مع محور الدوران العزم يساوي صفر. دابا غنمشيو لام دلتا ديال القوة اف جوج. ام دلتا ديال القوة اف جوج يساوي، أولا غنشوف واش موجب ولا سالب. لاحظوا معايا هنا اف جوج فين كدور القرص، اف جوج كدور القرص في هذا المنحى، والمنحى الموجب هو نحو اليمين وهي كدور نحو اليسار. إذا المنحيين كيفاش دايرين؟ متعاكسان. باش يبان لك متعاكسان تبع هذا المنحى هذا، سير غتبقى غادي حتى غتوصل لهذا المنحى الموجب، غتلقاهم كيفاش دايرين، واحد غادي اليمين واحد غادي اليسار. إذا ناقص. إذا اف جوج غنضربوها فاش؟ في المسافة ما بين اف جوج ومحور الدوران. المسافة هي هذه، اف جوج ومحور الدوران هي المسافة. شنو هي هذه المسافة؟ هو الشعاع ديال القرص. إذا غنضربوها في اخ، دونك ناقص اف جوج. إذا اف جوج هي عندكم في المعطيات هي 5 نيوتن ناقص 5. غنضربوها في الشعاع، الشعاع هو 20 سنتيمتر. إذا في 20 خصنا نحولوها للمتر، غنضربوها في 10 أس ناقص جوج. إذا يساوي، غتحسب غادي تلقى بأنه يساوي دونك 20 في 5 غادي تلقاو بانه يساوي ناقص 1. اذا يساوي ناقص 1 نيوتن في المتر، ناقص 1 نيوتن في المتر. غنمشيو للقوه اف 3. ام دلتا ديال اف 3 يساوي، دونك شوفوا معايا هنا كذلك القوه اف 3 المنحى ديالها. هاد اف 3 ها فين كدور القرص؟ كدور القرص في هذا المنحى هذا. كيفاش داير مع المنحى اللي اختارينا؟ متعاكسا. اذا حتى هي سالبه، ناقص اف 3. المسافه ما بين اف 3 ومحور الدوران هي هذه. شنو هي هذه المسافه؟ هي اخ. اذا في اخ. اذا اف 3 هي 5 ناقص 5، غنضربوها في اخ هي 20 سنتيمتر، غنحولوها للمتر، غنضربوها في 10 اس ناقص 2. دونك الى حسبتي هذا الشيء غتلقاه يساوي ناقص 1 نيوتن في المتر. ثم غنمشيو للقوة اف 4. ام دلتا ديال اف 4، ام دلتا ديال اف 4. وهنا دابا بالنسبة لاف 4 شوفوا فين كتحرك، فين كدور القرص، شوفوا السهم ديالها، هذه كدور القرص في هذا المنحى، والمنحى الموجب هو نفسه. إذا زائد، إذا هي اف 4. المسافة ما بين خط التأثير ديال اف 4 ومحور الدوران هي هذه. شنو هي هذه المسافة؟ هو اغ. إذا اف 4 في اغ. دونك زائد اف 4 هي عندكم هي 10 نيوتن، هي في المعطيات. اذا زائد 10 غنضربوها في اغ اللي هي 20، غنحول سنتيمتر غنحولها للمتر، غنضربوها في 10 اس ناقص 2. اذا 20 في 20 في 10 هي 200، في 10 اس ناقص 2 هي 2. دونك هي زائد 2 زائد 2 نيوتن في المتر. اذا هذا هو العزم ديال كل قوه. غنمشي للسؤال المولي، يقول احسب عزم، احسب مجموع الجبري لعزم القوى المطبقه على القرص. المجموع الجبري كنرمزوا ليه بهذا الرمز ام دلتا ديال اف. شنو كيساوي المجموع الجبري؟ العزم ديال كل قوه. اذا هو ام دلتا ديال اف 1 بلس ام دلتا ديال اف 2 بلس ام دلتا ديال اف 3 ثم بلس ام دلتا ديال اف 4 ايغال ام دلتا ديال اف 1. ها هو حسبناه قبيله في السؤال ديال قبيله، هو صفر. ام دلتا ديال اف 1 هو 0، اذا 0. زائد ام دلتا ديال اف 2 هو ناقص 1، عفوا. اذا عندنا زائد مع ناقص هي ناقص، اذا ناقص 1.
ثم ام دلتا ديال اف 3 هو ناقص 1 كذلك، اذا ناقص 1 ام دلتا ديال اف 4 هو زائد 2 يساوي، دونك ركزوا معايا، ناقص 1 ناقص 1 هي ناقص 2، ناقص 2 زائد 2 هي 0 كيساوي 0. دونك السؤال الثالث يقول هل القرص في توازن علل جوابك؟ عندنا مجموع الجبري العزوم منعدم، الو القرص فهو في حاله توازن، اذا القرص في حاله توازن، القرص في حاله توازن، في حالة توازن لماذا؟ لأن المجموع، لأن المجموع الجبري، لأن المجموع الجبري لعزوم، لعزوم القوى، لعزوم القوى المطبقة عليه، المطبقة عليه منعدم، منعدم. شنو معنى ديال هذا المجموع الجبري لعزوم مطبقة عليه منعدم؟ يعني بأن لاسوم ديال ام دلتا ديال اف ايت ايكال زيرو، ايكال زيرو. دونك هو في حالة توازن، بطبيعة الحال حنا افترضنا بأن المجموع المتجه للقوتين فهو منعدم، يعني اف 1 زائد اف 2 زائد اف 3 زائد اف 4 كتساوي متجهة منعدمة، هذا الشرط الأول زائد الشرط الثاني مجموع متجهي للقوى فهو منعدم. إذا كانت هذه السلسلة رقم 1، كنتمنى أنكم تكونوا استفدتم منها، خديت بزاف ديال الحالات وكنعتذر الا طولت عليكم، ولكن راه الا ما خدمتيش بزاف ديال الحالات راه صعيب عليك تفهم هذا الدرس هذا. الا عندكم اي سؤال ولا استفسار ما تنساوش تخليوه لي في التعليقات اسفل الفيديو هذا. كنتمنى لكم التوفيق، دمتم في امان الله وحفظه.